ودع الجمهور العربي والمصري الفنان القدير حسن حسني منذ أيام قليلة، الجمهور الذي عاشق عفويته وموهبته وحفظ إفهاته الكوميدية خفيفة الظل في العديد من الأفلام. رحل الفنان والمبدع حسن حسني بعد أن قدم أكثر من 490 عملاً ما بين مسرح وتلفاز وسينما، مما جعله أحد أكثر الفنانين تمثيلاً في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق، ليس فقط بالكم بل بالكيف أيضاً. فقدم أدواراً درامية لا تنسى ولا يمكن مقارنتها إلا ببراعته ذاتها في تقديم الكوميديا، والتي أصبحت ماركة مسجلة باسمه، واستمر في تقديمها في العديد من أفلام سينما الشباب الجديدة بعد الألفية الجديدة على مدار 20 عام، حتى أصبح تميمة الحظ لأي نجم شاب جديد. ولد حسن حسني في حي القلعة في 15 من أكتوبر عام 1931 بحي الحلمية الجديدة لأب مقاول، ومر خلال عمره الطويل بالكثير من المتاعب والمواقف الصعبة والمفاجآت التي غيرت مجرى حياته. ففي سن 6 فقد والدته، وهو الحدث الذي أسبغ عليه هالة من الحزن الدفين. وفي المدرسة الابتدائية وتحديداً في مدرسة الرضوانية عشق التمثيل الذي عبر عنه على مسرح المدرسة، ويذكر أنه قدم دور أنطونيو في إحدى الحفلات المدرسية، وحصل من خلاله على كأس التفوق بالمدرسة الخديوية، كما حصل على العديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم، فيما حصل على الشهادة التوجيهية عام 56. في بداية عقد الستينات كان حسن عضواً في فرقة المسرح العسكري التابعة للجيش، وقتها لم ينتبه إلى أنه سوف يكون ممثلاً لشريحة معينة من الناس هم فقط من الجنود والضباط وأحياناً عائلاتهم، حيث كان يقدم عروضه على مسرح المتحدين للضباط وأسرهم في شهر رمضان. وكان ما ألمه في تلك الفترة هو عدم وصوله إلى الجماهير على نطاق واسع، مما سبب له أزمة شاركه فيها الفنان المبدع الراحل حسن عابدين، حتى صدر قرار بحل المسرح العسكري عقب هزيمة 5 يونيو حزيران عام 67. وقتها شعر الاثنان بالانفراج ليبدأ كل منهما رحلة البحث عن فرصة لإظهار موهبته. يقول حسن حسني عن تلك المرحلة: لولا حل المسرح العسكري لظللنا أنا وحسن عابدين خارج دائرة الضوء التي كنا نحلم بها. وقتها نقلت إلى مسرح الحكيم الذي شهد خطواتي الأولى، فقدمت عليه مسرحيات عديدة حققت صدى طيبا لدى جمهور المسرح. وفي نهاية عقد السبعينات شارك حسن حسني في مسلسل أبناء الأعزاء شكراً، الذي اشتهر باسم بابا عبده مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي من خلال شخصية الموظف الفاسد المرتشي، وهو الدور الذي عرفته الجماهير من خلاله على الرغم من حجم الشر الذي جسده فيه. ومع مطلع عقد الثمانينات فتحت استوديوهات دبي وعجمان أبوابها للنجوم المصريين، وكان من بينهم حسن حسني الذي صور أعمالاً كثيرة لا يذكر هو نفسه عددها، وعرضت في دول الخليج بكثافة. وقتها أطلق عليه أصدقاؤه لقب الممثل الطائر، نظراً لكثرة تنقله بين استوديوهات عجمان ودبي لأجل تصوير العديد من الأعمال الفنية. كان الإغراء المادي لتلك الأعمال يفوق قدرة حسن حسني على رفض العمل بها، وهو ما أثر على علاقته بالمسرح الذي ابتعد عنه لنحو 8 سنوات. وعلى الرغم من ابتعاد حسن حسني عن المسرح طوال تلك السنوات، إلا أنه عاد للمسرح في منتصف عقد الثمانينات عندما قدم مع فنانة المسرح المعتزلة سهير بابلي ومع صديق عمره الفنان حسن عابدين مسرحية عالرصيف، التي دعمت نجوميته لدى الجمهور المصري والعربي على حد سواء. وقدم أيضا في عام 85 المسرحية الفكاهية أعقل يا مجنون مع الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم. علاقة حسن حسني بالسينما بدأت بدور صغير في فيلم الكرنك مع المخرج علي بدر خان في عام 75 وأميرة حبي أنا، إلا أن دوره في فيلم سواق الأوتوبيس
الذي أخرجه عاطف الطيب في عام 82 كان علامة فارقة في حياته المهنية والفنية، حيث لفت إليه الأنظار كممثل قادر على أداء أدوار الشر تحديداً بشكل مختلف. بعدها قدم مع عاطف الطيب عدداً من الأفلام، من بينها البريء، البدروم، الهروب، كما عمل مع عدد آخر من المخرجين من بينهم محمد خان في فيلم زوجة رجل مهم، ورضوان الكاشف في فيلم سارق الفرح، والذي حصل فيه على شخصية ركبة القرداتي التي جسدها فيه ونال عنها 5 جوائز. وكان عام 93 عاماً مميزاً، حيث فاز بجائزة أحسن ممثل في مهرجان الإسكندرية السينمائي عن فيلم فارس المدينة، ليتنبه الجمهور والنقاد لموهبة حسن حسني الذي أعلن أن دخوله السينما كان على كبر كما يقول المصريون. ومنذ منتصف عقد التسعينات بدأت مرحلة جديدة في حياة حسن حسني، كان أكثر ما يميزها مشاركته في أفلام الشباب التي بدأت في تلك الفترة، إلى الحد الذي قال عنه البعض أنه بمثابة شهادة الأيزو لتلك الأفلام التي لا تخلو من وجوده فيها، بدءا من أفلام محمد هنيدي وانتهاءا بأفلام حمادة هلال، وهو ما دفع الكاتب حسن شاه إلى انتقاده قائلة: حسن حسني يمتلك موهبة عظيمة ولكنه يبددها في أفلام لا ترتفع لمستوى أفلام المقاولات. هذا الرأي اختلف معها فيه الناقد مصطفى درويش، الذي يرى في حسن حسني صاحب قدرة فائقة على رسم الابتسامة الهادئة على الشفاه، مؤكدا أن وجوده مع شباب الكوميديا مكسب كبير لهم ويوفر لهم القدرة على التعلم غير المباشر دون حساسية، لأنه لا يطرح نفسه منافسا لهم ولكنه مضيف لهم ولأعمالهم. وكان الرجل تميمة الحظ للأجيال الجديدة من الفنانين والذين صعدوا بعده وحصدوا النجاح والنجومية خصوصاً في السينما، ومن كثرة مشاركته في أعمالهم الفنية لقبه البعض بالجوكر، حيث شارك علاء ولي الدين في فيلم عبود على الحدود، ومحمد سعد في الليمبي، وهاني رمزي في محامي خلع، وأحمد حلمي في ميدو مشاكل، وأحمد عيد في ليلة سقوط بغداد، ومحمد هنيدي في عسكر في المعسكر، وأحمد مكي في اتش دبور. وللكوميديا مكانة مميزة في حياة حسن حسني يقول عنها: أحب الكوميديا الخفيفة المعتمدة في الأداء على الموقف، وهذا أحد أسباب مشاركة الشباب تلك الأفلام الكوميدية. أما السبب الآخر فهو رغبتي في تأمين تكاليف المعيشة. قد يلومني البعض على المشاركة في أعمال دون المستوى، ولكنني أريد تأمين نفسي ضد تقلبات الأيام. وتعد أعمال الفنان حسن حسني: حزمني، رأفة الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لوماضة، عفروتو، من العلامات الفارقة في مشواره الفني. كما أنه قدم أفلاما بارزة في السينما المصرية، منها القشاش والمساطيل والهجامة ولي بنفسك ودماء على الإسفلت وخارج على القانون، أحلى الأوقات، جيف السريع، غبي من نوفي، عوكل، على جثتي وغيرها. ويبقى حسن حسني قشاش السينما والفيديو والمسرح، وإن كان الأخير قد تراجع من قائمة اهتماماته بسبب انشغاله في السينما، فكان آخر ما قدمه هو لما بابا ينام، الذي توقف عرضه بسبب وفاة الراحل علاء ولي الدين. أما في الدراما التلفزيونية فبرع في أدوار متعددة بمسلسلات السبنسة وقهوة الموردي وبوابة الحلواني ويا رجال العالم اتحدوا وابن النظام وأين قلبي وأم كلثوم ورحيم وآخر الخط ومسلسلات أخرى كثيرة. وكان آخر ظهور للفنان الراحل في مسلسل سلطانة المعز في رمضان الماضي، وشهد فيلم خيال مآتا آخر ظهور سينمائي له مع الفنانين أحمد حلمي ومنى شلبي، والذي عرض في عيد الأضحى الماضي. توفي الفنان حسن حسني في فجر يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك داخل مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، رحلة طويلة قضاها الفنان المصري القدير حسن حسني في عالم الفن، فهو لم يتوقف عن العطاء يوما، وكان يؤمن بأن مهمة الفنان إسعاد الناس حتى الممات.